الدراري الصغار دروكا ما كيفهموش، يمكن قلبوا له، يمكن مثلا يلعب بها دريس غير عادي، ويمكن تطر على عين شي واحد دريس اخر تخرج ليه على حياته كلها، تولي عنده مستديمه حياته كلها. والسبب شنو هو؟ هو ذاك اللعب تاع الدراري الصغار، لانه ما فاهمينش، ولكن والديهم اللي كيتحملوا المسؤوليه الاولى، لانه هما اللي كيعطيهم الفلوس باش كيتقداو هذاك الشيء. المشكل واحد كيشوفه في الدريبه كيلعب، ماشي كيمنعو ولا كيقول ليه لا، بالعكس كيضحك ليه وتيقول ليه يا وليدي مزيان، غدا كيمشي يشري لي حاجه اخرى. اذا تيكون هما السبب الاول، هما الوالدين عاده. وفي نفس الوقت تتكون تدخل فرحه للدار تدير العاده ديالك وصافي، تتكون فرحان بها هذيك النهار د عاشوراء، انك راك محتفل بعاشوراء بحال اللي تندخلوها للدراري وتنفرحوا بهم، تنحسوا براسنا اننا اليوم عاشوراء بحال عيد عادي. هذه المناسبه كتكون معروفه بالفاكهه وبحال الاعياد مناسبات. بالنسبه للاشمله كتبقى هي هي، كاين شي حاجه كتزاد وكاين شي حاجه كتبقى في الثمن ديالها، تبقى معروفه في الثمن ديالها. النهار اللي حلينا عينينا على والدينا بالطقوس هذو بقينا متبعين عليهم حتى حنايا، هادشي اللي كاين. كركاع، اللوز، كل واحد والامكانيات ديالو، كاوكاوش، الوليدات الصغار الفانيد، المسكه، كيديروا شي حاجه في الطبيق بحال هكا وكيبقاو يعمروا بالمغرف وهذا ويديروا في الزليفات، وكل واحد كيعطيوه زليفته. العائله كتجمع، الوليدات الصغار كيبقاو على التطبال، وراه كيعرفها كي راه حتى انت دزتي في هذه المرحله. ايوا صافي، وكنشطوا وكنديروا عشيوه زوينه، ويا اما كتكتو يا اما الدجاج محمر على حساب دابا عارفه الماكله ديال الليل ولات كضر، كنديروا ديك الدجاج محمر بحال هكا وصافي. حنا كيف تنغمقوا على الدراري شويه بهذوك، اما بالنسبه نورمالمون ما خصوش كاع يدخل كاع للمغرب، نورمالمون بالنسبه تيدخل تلقاو دابا شفنا اللي كرانات شفنا داكشي كاملين، زعما صعب شويه للدراري بزاف. ما عمرنا شفنا القنبل حتى لهاد الاواني الاخيره، وهذا الشيء راه خايب بالنسبه لا للكبار لا للصغار، لانه ما 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 ما, ما عنده حتى هدف. الرعب تيخلق في الانسان الرعب، لا اللي غادي لا اللي جاي، كل شيء تيترعب، لا الصغير لا الكبير، وهذا زعما ما عمرنا شفناه، تنتمناو ما عمرنا نشوفه باذن الله. كانت مناسبة زعما تنفرحوا الوليدات، نشريو لهم دريبكات بحال هكا طعير جات. البنيات الوليدات نشري لهم بحال هكا ديك طانطان دريب، قالوا كاين داك القنبور وداك الشيء ما تنشريش الدراري، ما تنبغيش ليهم، بحال هكا نفرحوا الوليدات بحال هكايا صافي. مناسبة زوينة هادي. كأي مغاربة كاملين تنحتفلوا بالطقوس كيف كنا حنا صغار، داكشي اللي داروا العادة ديال والدينا تنتبعوه. بالنسبة كنا صغار حنايا كيف ديروا والدينا، حنا تنديروا وليداتنا، وعاشوراء حتى هي تقاليد تنعرفوها من بكري بحال أي مواطن مغربي. عندنا الفاكهة كيف تشوفوا هنايا، الحماص، اللوز، شي كامل العواشر، واللي راه تيديروا كيف العادة تيديروا ديال بالنسبة تيقولها ديال بالنسبة للعيد كبير، وهادشي اللي كاين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.